غيابي عن المشاركة في السنوات الأخيرة وجلوسي على دكة البدلاء، هل هي حسد أم عدم قناعة المدربين بقدراتي؟ في شيء عم يحصل معك تقول يا عمي بيحصل معايا إيه؟ هو في إيه؟ أوقات طبعا، أوقات في حاجات غريبة جدا بتحصل يعني بتعتب فينا نحطها بهذا الإطار؟ الحسد موجود طبعا، الحسد موجود يعني نختار الحسد بما أختار أنه مختار لأن مش هيبقى عدم قناعة بالضبط ماشي تبقى الحسد ماشي، لكن هو مش ما أعتقدش إنه عدم قناعة.